نتمنى تكونوا بخير على خير، اموركم مزيانه، نتمنى تكونوا كدوزوا نهاركم مزيان، كلشي هو هذاك، كلشي بخير. اليوم الفيديو كما شفتوا في العنوان غادي تكون مكياج. نتوما كيعجبكم مكياج وحتى انا كيعجبني ندير لكم مكياج هكا كنعطيكم نصائح كتستافدوا، ما كتخرجوش من الفيديو ما مستافدين حتى شي لعبه. المهم اليوم الفيديو غادي تكون مكياج ديال هاد الممثله هذه اللي كتعجبني بزاف بزاف البنات. بزاف من البنات في التيك توك يقول لي كتشبهي لها واحد شويه فاش كانت سمينه. صراحه انا ما كنشوفش شي شابه غير في هاد الحفرات هادو وصافي، ما يعني ما كنشوفوش بزاف، ولكن المكياج ديالها كيعجبني بزاف حيت ناتوريل. وان ميم طون بغيت ندير لكم مكياج ديال هاد الوقيته هادي ديال الخريف ولا معرفت ديال المهم بغيت ندير لكم مكياج ديال هاد لا سيزون هادي. ان ميم طون تقدروا تخرجوا بيه تمشيو تقراو بيه اذا كانت عندكم شي مناسبه ديروه. المهم مكياج ينفعكم وصافي البنات. هادشي اللي كاين نبداو بلا ما نطولوا الهضره. هذا ما كتراسيش حواجبها، الا كتراسيهم كتراسيهم سامبل. انا الا جيت نتراسيهم غادي يجي داكشي شارجي، فما بغيتش شي حاجه شارجي، غادي نخلي حجباني بحال هكا. هادو هما حجباني ناتوريل. شنو اخر؟ ما كديرش بزاف ديال فاغ بوبيير، ما كديرش بزاف ديال الروج على ليفغ. غادي نشارك معكم اي حاجه دار. اول حاجه البنات غادي نبداو بالهيدراتاسيون ديال لابو، ماشي غير في الماكياج ديال هاندا اللي غادي نيدغاتيو لابو ديالنا. الهيدراتاسيون ديال لابو كتكون ضروريه ضروريه. فكنت شاركت معكم لا فيديو اللي فاتت هاد لا كريم هادي ديال سيغاف، وقلت لكم غادي نجربها ونعطيكم الراي ديالي فيها. الصراحه صدقات واعره، كترطب مزيان، كتيدغاتي لابو، ما كديرش الحبوب. زوينه زوينه بزاف البنات، والثمن ديالها صراحه ما عرفتوش، طبت وجهي قبل ما ندير لكم فيديو، ودرت حتى لاكرون سولير. الكرون سولير ديالي البنات هو هذا ديال اس بي ار، فيه واحد الماده سميتها نياسينيمايد، حتى هي كتيدغاتي لابو وزوينه بزاف. هاد لاكريم هادي ايدغاتونت، من مور ما غسلت وجهي بلو جيل ديال سيغاف، ومن بعد درت لاكرون ديال اس في. فوالا هادشي اللي كاين، هادو هما الحوايج اللي تقدروا ديروهم قبل الماكياج، يعني ضروري خص وجهكم يكون نقي عاد ديروهم. من بعد البنات ندوزو الفون دو تان. الفون دو تان ديالي كنت شاكشو معكم حتى ديك المره، هو هذا ديال كاتخيل. نوجدو البشره ديالنا قبل ما نديرو الفون دو تان اولا الكونسيلر اولا اي حاجه. كانوا سولوني واحد جوج بنات قالوا لي واش هذا ضروري في الشتا. البنات لاكرون سوا كانت شتا سوا الشمس سوا صيف سوا مشتا خاصكم ديروه. هو ماشي غير كيحمي لنا البشره ديالنا من اشعه الشمس، كيحمي البشره ديالنا من بزاف ديال الحوايج بحال مثلا ديك الغبره هذيك. المهم يعني خاصكم ضروري ديروه لا كريم هيدراتونت و لاكرون، شي حاجه ضروريه. بغيتو شي فون دو تان ديروه، ما تحسوش بلي وجهكم تقيل. الا بغيتو شي فون دو تان بارفي زوين بزاف، الا بغيتو شي فون دو تان كيدرق هذا واعر لهاد الوقيته هادي ديال البرد، حيت الوجه ديالنا كيكون ناشف. هذا البنات كيصلح لجميع لي تيب ديال لابو. في واحد الماده سميتها هي لاغونيك، في واحد الماده ما عرفتش نقراها سميتها هي لاغونيك اسيد، نتمنى نكون قريتها مزيان. هاد الماده هادي كترطب لنا لابو، ايدغاتي لينا لابو. فانا هذا غادي نبقى نديرو في المشتى، وفي الصيف غادي نبقى ندير ديال فيتمي مايبيلين. كيف ما كتعرفوا انا كندير هذا ديال فيتمي، فانا هذا جاني احسن من هذا ديال مايبيلين. مايبيلين سمحي ليا ولكن غادي نبدلك. كاتريس واعر واعر بزاف البنات، وجربوه على ضمانتي وردوا عليا في الانستغرام. اللي عندها المشاكل في البشره ديالها، انا بحال مثلا نضول هنايا شي حبوبات، غادي ندير الفون دو تان بالبراش. واللي عندها وجهها بحال مثلا ما فيه حتى شي حبوب ما فيه حتى شي حاجه، دير بيوتي بلاندر من ديبار. زعما انا غادي نستخدمهم بجوج، فاللي عندها المشاكل في البشره ديالها دير بحالي، واللي وجهها صافي دير بالبيوتي بلاندر. والبيوتي بلاندر دائما كتكون منفخه وكتنشفوها بكلينكس بحال هكا وصافي. هاد الشيد هاد اللي خديتها جاتني شويه غامقه، فنقدر نديرها بلا ما نخلطها، غير انا كنبغي نخلطها مع الكونسيلر ديال كاتريس حتى هو. غادي نخلي لكم لي ريفيرونس ديال الفون دو تان هنا والكونسيلر هنايا. هذا البنات حتى هو خطير، انا عجبتني بزاف بزاف لا مارك ديال كاتريس، واول مره نجربها واعره. كنت غير بغيت نقول لكم بلي هاد راه ما اشهار ما تلعبه، الحاجه كتعجبني كنشاركها معاكم، ما كتعجبنيش راه ما عجبتنيش بون فينال. المهم كندير هنايا نقولو تو بامب ديال الفون دو تان بحال هكا، وراه ليكيد البنات بزاف. واخا ليكيد واخا يبان لكم بحال هكا، ولكن عرفتو لا كوفرونس اللي فيه ما تقدروش تصوروا.
وكناخذ شويه من الكونسيلر غير شويه بحال هكا وصافي. وكنخلط كنجمع شعري باش ندير المكياج على خاطري. فكما قلت لكم عجبني بزاف، جربته بزاف ديال المرات هاد الفون دو تان هذا، والصراحه واعر، ما كيخليش الوجه مقبص، كيدغاتي لا بو وسورتو فهاد الوقيته هادي اللي وجهنا ناشف، شي حاجه واعر. المهم البنات، الفون دو تان ديروه بالبروش الا كانوا عندكم مشاكل في البشره ديالكم، وبديو الفون دو تان من هاد الجهه وانتم طالعيني، غادي تحطوا هنا البرودوي بحال هكا وغادي طابوطيو، ماشي تمسحو، غادي طابوطيو بحال هكا واحد شويه غادي نوليو بحال المومياء. والبنات الفون دو تان ما تقربوش على هذا الكونتور ديال لازيو حيت كيبقى يخطط. انايا غادي ندير غير شويه هنايا، المهم ما تقربوش كاع كاع زعما الفوق حيت غادي نديرو تما الكونسيلر. قلت لكم ما تقربوش وانا دخلت في التحت ديال العين. المهم ماشي مشكل حيت هاد البروش هادي كبيره، لا بروس ديالي الاخرين راهم يتغسلوا. والجبهه الجبهه الجبهه ودابا غادي عاد ندوزو لهاد اللعيبه هادي بيوتي بلاندر. غادي نبلانديو غير البلايص اللي ما كتوصلهمش لا بروس، بحال مثلا هنايا هنا خصكم ضروري تدمجو حيت كيبقاو هادوك الخطوط هنا، كيكون هاد البلاصه كتكون ناشفه خصكم ضروري تفوتو عليها بالبونج هنايا. صافي سالينا وليت دايره بحال المومياء. غادي نمسح فمي حوايج بي حيت ما غاديش نطراسيهم، داكشي علاش كنمسحهم، حيت الماكياج ديال هاندا خفيف بزاف وحتى هي ما كتراسيش حوايج با، الا كتراسيهم زعما كتراسيهم خفاف، وانا عندي حوايج بي غلاط فما نزيدش نغلظهم. صافي سالينا لو طان، هانتوما البنات شوفوا الفون دو طان كيفاش داير، واعر بزاف، لا كوفرونس ديالو زوينه، كيكوفري مزيان، كيعطي واحد لاكلا زوين. شوفوا الا كتشوفوا هنايا هاد البلايص هادو كيلمعوا، عجبني. عرفتوا شنو نسيت؟ نسيت الكونسيلر. المهم ما علينا، هادو انيوريو هاد البلاصه. فغادي ندير دابا الكونسيلر اللي نسيتو، كونسيلر كيما قلت لكم ديال كاتريس، غادي ندير هنايا وهنا هنا وهنا وشويه في النيف وشويه هنايا باش يعطيني واحد الاكله، وغادي نقي به حواجبي بحال هكا حيت ما غاديش نطراسيهم، غادي غير نقي به حواجبي حيت هاندا حجبانها خفاف، فبغيتهم حتى انا يكونوا حجباني خفاف ما يكونوش ثقال. وغادي نبيوتي بلاندر. غادي نبلاندي ببيوتي بلاندر الكونسيلر حيت ضروري تبلانديوه بهاد العيبه. بون البنات سالينا الكونسيلر، دابا غادي ندير لا بودغ كيما قلت لكم. غادي تاخذوا هاد اللعيبه هادي البروش، غادي تنفضوا وغادي ديروا تحت العين بحال هكا غير باش ما يبقاش هذاك الكونسيلر يتخطط، وفوق العينين باش ما يبقاوش هذوك الخطوط، وباش يتماتي فيانا هاد البوبيير هذا ولا هاد الجفن هذا. ومن بعد البنات غادي نساليو بلوتان ديالنا كامل باش نتهناو به. ميني 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 عندنا فضيحه تريكو جديده عباد الله. المهم ديروا راسكم بلا ما شفتوهاش. غادي ناخذ البنات هاد لابغوس هادي اللي شويه صغيره، انا كيعجبوني هادو، ندير بهم البلاش حسن من هادو. عندي واحد البلاش اللون ديالو داير بحال برونز بحال، المهم هاد اللون هذا زوين، تقدري ديري به كونتور تقدري ديري به بلاش، فغادي ناخذو بحال هكا وغادي نبدا من هنا. كما قلت لكم انا كندير به بحال كونتورين بلاش، المهم كيعجبني بزاف البنات هاد اللون بزاف سورتو كيجي كاع مع لي تيب ديال لابوز، زعما كنتي بيضه كنتي سمراء كنتي صفراء بحالي انا صفراء. تقدري ديري صافي البنات، المهم كتبقاو بحال هكا كديروه، كل ما كثرتي كل ما طاح عليك السر، واش حنا بغينا السر؟ شوفوا الفرق ما بين هذا وهذا، هذا ما فيش الحياه، هذا الصفر ما
هذا فيه الحياه، هذا راجع عليه الحياه، يقول ما فيهش الدم. المهم ما علينا، كما قلت لكم كنبدا من هذه الجهه هذه حيت كيعجبني تبني وجهي شويه تكونتورا. اخباركم هاندا ما كديرش هاد اللعيبه هذه في نيفها، وانا درت في نيفي ماشي مشكل، ماشي مشكل عادي عادي كتصح. غنحيدوه من النيف، هانتوما ما بقى والو، فوالا كديروا بحال هاد القيطه هادي باش يجي الوجه بحال هكا، يعني فهمتوا يعني مكونتوري. هذا هو لوم وما لقيتوش. شنو غادي ناخذ دابا؟ غادي ناخذ الماسكارا ديال الحواجب ديال كاتريس، ما بغيتش نطراصيهم ولكن غادي غير نمشطهم هكا باش يجيو غير ناتوريل زعما ما يجيوش شارجي. غادي نحاول ما نمشطهمش زعما بزاف، غير شويه حيت ما بغيتش داك لافي ديال شارجي، فهمتوا يعني بغيت حجباني يكونوا بحالها. صافي البنات سالينا لو طون، هانتوما البنات كيفاش جا وجهي؟ جا يعني زوين بحال لو طون ديالها تقريبا، هي اصلا وجهها صافي ما فيه حتى شي حاجه، فحاولت انني ماشي في لو طون و ميم طون نعطي واحد الحياه بهذاك بهذا البلاش حتى هي كدير كونتورينغ ولا بلاش. مهم غادي ناخذ واحد لاباليت ديال هدى بيوشي، ديال هدى بيوتي. هذه هي البنات، ناخذ البنات هاد لاكولور هذه اللي بارده بزاف. انا البنات نقرب ليكم، هذه هي البنات، هاي البنات لاكولور سميتها كراش. درت لكم البنات وزدت شويه في الضو باش تشوفوا مزيان زعما لي ديتاي. غادي ناخذ شويه من هاد لاكولور هذه، نحطها على الجفن ديال العين وبحال هكا بحال نجبد، حيت هي عينيها كما كنقولوا فوكسي اي، يعني مجبودين للفوق فهمتوا. فغادي ندير هاد لاكولور هادي، كدير هاد لي كولور هادو يعني خفاف خفاف بزاف، كيكون واحد القهوي اللي خفيف. فهادشي اللي غادي ندير حتى انا، وكما قلت لكم غادي نحاول انني نرفع عينيا بهاد اللون هذا. هانتوما البنات كما كتشوفوا درت واحد اللون خفيف. فهي ما كديرش ايلاينر، كدير واحد الايلاينر يعني غير بالفاغ بوبيير. هنايا غادي نحاول نشوف شي لون قريب من اللون اللي كديرو. غادي ناخذ هاد لابوس هادي اللي دايره بحال هكا، دي نورمالمون ديال الحواجب، كان ما كنديرش بها الحواجب. هاد لاكولور هادي سميتها فورتكس بالنسبه للبنات، لانه بحال هاد لاباليت هادي، هذا قهوي البنات. غادي نحاول انني نرسم به واحد الايلاينر اللي فهمتوا يعني خفيف. فهي كتبديه من هنا، نتمنى تكونوا كتشوفوا، هي كتبديه من هنا و تبقاو بحال هكا بحال كترسمو في ايلاينر فهمتوا يعني، ولكن بالفاغ بوبيير. هو شويه صعيب حيت ما كتحكميش في الرسمه، مي غادي نحاولو. هانتوما البنات بدا كيصدق غير شويه بشويه، بداو الايلاينر من هنا حيت كيصغر العين، دائما بداوه من التالي ديال العين، وحتى هي كدير نفس الطريقه، كدير بحال هكا. ف هانتوما البنات فين بديت، و بديت كنخدم في الايلاينر. صافي البنات ساليت هاد الايلاينر هذا العجيب الغريب، صراحه عجبتني الفكره، هو كيكبر العينين ولكن يعني جاني شويه مختلفين، يعني ما نضريش كندير بحالو. ف شنو غادي ندير دابا؟ غادي نقي هاد الجهه هادي غير بالبيوتي بلندر، كيكون فيها شويه ديال الكونسيلر، غادي نقي. صافي هانتوما البنات، دابا بقى لنا غير الماسكارا. الماسكارا ديالي البنات اللي غادي نديرها هي ديال اسونس اللي كنديرها دائما وكتسولوني عليها. هذه البنات سميتها لاش برانسيس، هذه الخضره دايره 40 درهم، نحاول نخدمها مزيان.
يمشي بحال هكا في الاول باش الشفار يجبدوا بحال هكا. نجبد العين لهاد الجهه هذه باش تبان مجبوده، وهنايا غادي ندير ماسكارا يعني عادي. نتمنى تكونوا فهمتوني البنات. هاد الماسكارا هادي اولا اي ماسكارا كتقولوا، حتى انا عندي بحال هاد الماسكارا ولكن ما كديرليش نفس الفوليوم اللي عندك. كل شيء البنات على الكاليتي ديال الماسكارا وعلى الخدمه، كيفاش انت غادي تخدميها. الا ما كانش عندك الخاطر انك تخدمي الماسكارا فما غاديش تجيك زوينه وما غاديش تطلع لك الشفار. فنتمنى تكونوا فهمتوا يعني خصكم تخدموها على خاطركم البنات. الا بحال مثلا درت لكم الماسكارا هنا ولا خمجتوها، تاخذوا هذه العباده ديال الحجبان وغادي تمسحوها، تخليوها حتى تنشف وتمسحوها بحال هكا كتمسح دغيا. هذه هاك خذوها من عندي البنات. ساليت العينين ها نتوما كيفاش جاو، باقي ما ساليت زعما اللوك فينال، مازال ما تحكموا. دابا خصني ندير الغوج عليف. الغوج عليف اللي كدير عندي تقريبا بحالو، تقريبا بحال اللون ديالو ماشي بحالو. فهذا هو البنات اللي غادي نديرو. صراحه ما عرفتش سميتو، سميتو رومانتيك بيرد، ديتو غير من عند بون ماكياج. تقدروا ديروا اي غوج عليف قريب ليه. هانتوما البنات طراسي واحد شويه غير خفيف، والبنات صافي غادي ناخذ هذا البنات. ساليت الغوج عليف تقريبا كيف ما كنت متخيله في بالي، يعني هذا هو الغوج عليف اللي كديرو. دابا غادي ندير شويه ديال الهايلايتر، غادي ناخذ هاد لابغوس هادي وغادي ندير بها غير شويه بحال هكا، وغادي ناخذ هاد لابغوس هادي ديال الهايلايتر البنات. هذا هو الفاينل لوك. حاولت انني نرد شعري بحال اللي كدير هي. نتمنى انه يكون عجبكم. هو صراحه المكياج عجبني بزاف، حيت سامبل هاد الغوج عليف هذا ما كنتش كنديرو كاع نهائيا، مره كنت كنديرو صراحه رشقت لي عليه. المكياج ديال الفوق العينين ما كنتش كنديرو، كنت كندير غير ماسكارا وشي مرات ايلاينر. فعجبني المكياج، جاي خفيف. لو طان حتى هو عجبني، اصلا هذا هو لو طان اللي كنديرو دائما. الحجبان ما طراسيتهمش، درت لهم غير الماسكارا. هذه هي البنات الماسكارا ديال اسونس، ها هي البنات. وفوالا هذا هو الفاينل لوك. عارف راسي مشيتش نشبه لها بزاف، ولكن المكياج تقريبا بحال المكياج اللي كديرو هي. فبغيت نوريكم المكياج عن قرب باش تشوفوه مزيان، شوفوا العينين كيفاش مخدومين. حواجبي ما طراسيتهمش كما شفتوا، درت لهم غير الماسكارا. وجهي حتى هو الهايلايتر، هي وجهها جلوي يعني وجهها صافي ما فيه حتى شي حاجه. حاولت انني ندير الهايلايتر. نتمنى انه يكون عجبكم الفيديو ديال هذا النهار. ما تنساوش انكم تبارطاجوا الفيديو مع صحاباتكم وتخليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير. شي وحده بغيتو نديرو نفس الماكياج ديالها، شي وحده الماكياج ديالها كيعجبكم وبغيتوني نقلد الماكياج ديالها، خليو لي في لي كومونتير. وما تنساوش انكم تقولوا لي كيف جاكم الماكياج. كنبغيكم بزاف، ودخلوا الانستغرام ديالي نخليه لكم هنايا او لهنايا. باي باي.